السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من صاحب السعادة. خلوني في البداية مشاهدينا أن أقدم يعني تحية كبيرة طبعا للشعب المصري بذكرى، وهني نفسي طبعا أولا وهني الشعب المصري كله باحتفالات وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اللي أكدت للدنيا كلها والعالم كله أن الإنسان المصري قادر وسيظل قادر أنه يحقق نجاحات وانتصارات لا مثيل لها. عايز كمان يعني أكد برضو على أهمية المواطنة، وبقولها بملء الفم، لازم نكون مصريين بجد ونحب بلدنا بجد يا جماعة. إحنا في مرحلة فارقة، لازم قلبنا وروحنا ومعنوياتنا تكون مليانة حب أكيد وحقيقي لبلدنا مصر، عشان مصر أم الدنيا وهتفضل الدنيا. النهاردة مشاهدينا هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا والدقيقة والحساسة المتعلقة بمستقبل البترول في مصر. طبعا يعني حالة النهضة والتطور اللي حاصل واللي هيحصل واللي احنا شايفين بداياته يمكن من 4 أو 6 سنوات بدأ واضح، وهي أثره هيبقى باين قوي واضح كده لينا ولأجيالنا بعد كده من خلال الطفرة الكبيرة اللي حصلت في قطاع البترول. لأهمية هذا الموضوع النهاردة بنستضيف قيمة علمية كبيرة معانا، يعني الدكتور تامر أيوب. برحب بحضرتك يا دكتور. الدكتور تامر أيوب خبير اقتصاديات الطاقة والتخطيط الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي. يعني حابب حك وانت قيمة معايا، قيمة علمية كبيرة، اتعرف من خلال لقائي معاك النهاردة عن يعني نظرة المستقبل البترولي لمصر. هو أولا بأضيف لكلام سيادتك، طبعا أنا بهني الشعب المصري كله وبهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة أزرع القوات المسلحة والمصريين جميعا بعيد أكتوبر المجيد، عيد النصر، عيد الرفعة، عيد الكرامة. حقيقي لولا نصر أكتوبر ولولا فضل ربنا علينا بهذا النصر العظيم ما كناش هنقدر نعمل أي حاجة في بلدنا بالكامل. ده أكيد طبعا. لو هنتكلم عن المستقبل البترولي لمصر، فخلينا الأول نقول يعني إحنا بنتكلم على دولة كبيرة جدا زي مصر، دولة مساحتها مليون كيلومتر مربع، دولة واعة في قارتين، جزء منها في قارة آسيا والجزء الثاني في قارة أفريقيا. قارة مساحتها فيها 3500 كيلومتر من سواحلها على البحر الأبيض والبحر المتوسط. دولة تم تصنيفها ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم باحتياطات غاز في المية العميقة. دولة تم تصنيفها محجريا إن هي الثالثة على مستوى العالم. دولة تم تصنيفها معدنيا بما تحويه من معادن نفيسة بأنها تحتاج التصنيف الثاني على مستوى العالم. دولة قال عنها ربنا في القرآن الكريم إن فيها كل خيرات الأرض، فقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. دولة وصفها ربنا في القرآن بالأمن والأمان. فقال في قوله الحكيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر دولة بترولية واعدة، مصر دولة بترولية متطورة جدا في مجال الغاز. مصر ستصبح مركزا حقيقيا وإقليميا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط. طبعا الكلام ده احنا مش بنقول الكلام ده من فراغ، لا، ده الكلام ده بنقوله بعد الإعلان اللي أعلنت عنه الهيئة المصرية العامة للبترول الاي جي بي سي عن استصدار 5 تراخيص لامتيازات بحرية. حصلت شركة شيل الهولندية على 3 امتيازات منها. الامتياز الأول كان امتياز قطاع 7 غرب الفيوم، وامتياز 9 ده كان جنوب غرب حورس، وامتياز 10 كان جنوب أبو سنان. أما شركة طبعا المشهورة طبعا واللي حصلت بالاكتشاف الكبير لحقل زهر، شركة إن الإيطالية، فحصلت على حقلي زهر ونور، وحصلت على قطاع 11 ده شرق سيوة. أما الشركة العامة للبترول فحصلت على قطاع 2، وفي شركة إنرجي حصلت على قطاع 4. أما قطاع 5 فكان ده شمال بني سويف، فكان من نصيب شركة ميرلون انترناشونال. حقيقة التطور الكبير في مجال البحث والتنقيب عن البترول في مصر دعا شركات كبيرة جدا أمريكية وعملاقة ما كانش ليها أي نشاط في مصر الفترة اللي فاتت أن تيجي تستثمر أموالها في البحث والتنقيب عن البترول في مصر. طبعا يعني شركة عندك شركة إكسون موبيل. إكسون موبيل بقالها فترة طويلة جدا ما لهاش أي أنشطة في مصر. فمع هذه الطفرة خلال 6 سنوات اللي فاتت وتوجيهات السيد الرئيس بضرورة الاستثمار في الصحراء الغربية وضرورة البحث والتنقيب في المياه العميقة عن الغاز
والبترول طبعا دعت الشركات العملاقه دي ان هي تيجي تستثمر، وحصلت شركه اكسون موبيل على امتيازات في شركه العمليه البحريه الشماليه وشمال سيدي جابر، وشركه شيل الهولنديه وشركه بتروناس حصلت على امتياز جديد كمان شمال الفنار، وشركه بريتش بتروليوم بي بي البريطانية حصلت كمان على امتيازات جنوب غرب منطقة شربين. هذا المستقبل البترولي المبشر مش لمصر بس، لكل مواطن بيسمع دلوقتي عنده هذه الثقافة وهذه المعلومات أو ما عندوش، احنا يعني بنطمن كل الناس. حضرتك شايف أهم الاتفاقات البترولية الأخيرة الجديدة في مصر اللي عشان برضو نبقى عارفين يعني حتى المواطن يتابعنا يعني. هو طبعا كان اضخم اكتشاف بترولي واضخم اتفاق كان اتفاق حقل زهر. حقل زهر كان حقل عملاق جدا جدا وما زال يعني في الاستمرار في الانتاج بشكل قوي جدا. حقل زهر ابتدينا ان احنا ننتج بحقل زهر، وصلنا النهارده انتاج حقل زهر 2 مليار و700 مليون قدم مكعب غاز ما شاء الله، ومستهدف خلال العام الحالي ان حقل زهر يوصل ل 3 مليار قدم مكعب غاز. يعني لما اقول النهارده ان جمهورية مصر العربية بتنتج 7 مليار قدم مكعب غاز و200 مليون، فبقول ان في منهم 3 مليار قدم مكعب غاز طالعين من حقل زهر. حقيقي كل التتويج وكل المسار دي بتتوج بخبر هام جدا وحب اكتشاف عظيم جدا الفترة اللي جاية، ان الرئيس التنفيذي لشركة باتريك أولمان وورد قال ان شركته هتبدأ الحفر في المياه العميقة في منطقة البحر المتوسط في مكان وبير عملاق يقدر احتياطاته ب 406 تريليون قدم مكعب غاز. ما شاء الله، طبعا دي حاجه هتبقى ضخمه جدا، ويمكن ده واضح يعني معانا على الصور دلوقتي والمشاهد شايف الكلام ده دلوقتي. نعم. يعني تمام. يعني موضوع غاز بقى شرق المتوسط واثره بقى على الاقتصاد المصري، يعني هيحدث حاله انتعاش فعلا؟ طبعا طبعا. هو اولا بالنسبه لموضوع منتدى غاز المتوسط، هي طبعا احنا يعني بنهنئ السيد الرئيس وبنهنئ قيادات وزاره البترول وبنهنئ المصريين جميعا. منتدى شرق المتوسط عمل كبير جدا، قمه ضمت السيد الرئيس في 18 اكتوبر 2018 مع الرئيس الأبروسي نيكوس ومع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامراس، كان هدفها هو ان يكون هناك حد لكل دوله طامعه او دوله استعماريه. حد طبعا طبعا، ورد فعل قوي جدا طبعا ضد اي مستغل او ضد اي طامع في خيرات منطقه دول شرق المتوسط. جميل قوي. الاكتشافات الجديده البتروليه بقى انا عايز حاجه تقدمها دلوقتي، يمكن الصور دلوقتي مشاهدينا طبعا باينه معانا، عايز حاجه يعني الاكتشافات دي بتتمثل في ايه عشان ادي فكره وانطباع حقيقي عن الواقع. انا عايز ابشر حضرتك وابشر المصريين جميعا وابشر الامه العربيه ان احنا عندنا الصحراء الغربية دي، انا اقدر ان انا اصفها واقول عنها انها تحتوي على كنوز نفط الشرق. الله. الصحراء الغربية هناك احصاءات دقيقة جدا بتقول ان هناك مخزون كبير جدا من ابار بترولية سواء من الغاز او من الزيت موجودة في الصحراء الغربية لم يتم الكشف عنها حتى الان. للأسف الشديد في عصور سابقة ما كانش فيه اهتمام بالبحث والتنقيب على البترول في الصحراء الغربية، وده لأن البحث والتنقيب في الصحراء الغربية مكلف مليان جدا، إلى جانب أن المنطقة دي كان فيها ألغام كتيرة جدا ناتجة عن حرب الحروب العالمية الأولى والثانية. أيوة. ولكن تمام. مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستثمار في هذه المنطقة الدقيقة جدا، وزارة البترول عقدت في 2017 ثلاث اتفاقيات مهمة جدا 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 في البحث والتنقيب على البترول. كان الهيئة العامة المصرية للبترول جهة فيها، وشركة أباتشي الأمريكية وشركة ميرون انترناشونال الأمريكية طرف آخر فيها. جميل. هذه الاستثمارات قدرت ب 79 مليون دولار، واستهدفت حفر 17 بئر بترولي جديد يدخلوا على خريطة الإنتاج المصري. عايزين نقول النهاردة أن الصحراء الغربية بتقدم لجمهورية مصر العربية ما يزيد عن 260 ألف برميل زيت خام يومي. ومعانا حتى الفيديو دلوقتي يا دكتور، حضرتك شايف طبعا. تمام. اتفضل. فالنهارده الصحراء الغربيه خير كبير جدا طبعا. لو هنتكلم على اهم الاكتشافات اللي حصلت، مصر حققت خلال الست سنوات اللي فاتت 14 اكتشاف بترولي، منهم اربع اكتشافات في مجال الغاز و10 اكتشافات في مجال
الزيت الخام. جميل. هذه الاكتشافات كلها تمت في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط. أنا عايز أقول أن النهاردة بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حوالي 13 مليون طن، يعني بزيادة نسبتها 6% عن نفس الفترة المماثلة من السنة اللي فاتت. وده حصل ليه بقى؟ بسبب ان احنا نمينا حقل زهر. أيوة. نمينا منطقه حقول جنوب غرب بلطيم. نمينا منطقه حقول شمال الاسكندريه. ونمينا كويس قوي منطقه دسوق المرحله به. عايز اقول ان اجمالي الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز في مصر النهارده وصل 8 مليون طن. عايز اقول ان احنا عندنا النهارده في مصر على خريطه الانتاج ما يتعدى 56 بئر انتاجي. فطبعا ده رقم كبير جدا. ال 56 دولت منهم عندنا 21 بير كمشروع تنموي جديد وعندنا 35 بير على خريطه الانتاج بيقدمه لمصر فيما يقدر ب 2280 مليون قدم مكعب غاز يومي. هو طبعا معلومات حك القيمه والعظيمه واللي بتفاجئني انا شخصيا دي حاجه بتطمننا قوي على مستقبل مصر. ولو بنخاطب دلوقتي المشاهد المتخصص او عنده قدر من المعلومات في هذا الجانب قطاع البترول، فاحنا بنخاطب قطاع اكبر اللي هو المواطن البسيط العادي اللي شايف ان ما فيش انجازات او مش شايف الكلام ده على ارض الواقع، لكن ده فعلا ده حقيقي وموجود. طبعا رؤيه حضرتك على مدار مثلا الخمس سنوات او العشر سنوات المقبله شكل الحياه وملامح الحياه في مصر كيف ستكون؟ أنا متوقع الوضع الاقتصادي المصري هيتغير الفترة اللي جاية تماماً. النهضة الاقتصادية اللي بيقوم بها سيادة الرئيس هتفرق معانا جداً. هنشعر برفاهية اقتصادية إن شاء الله الفترة اللي جاية بشكل أوسع كتير جداً 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 إن شاء الله. طبعاً تحرك وجهد القيادة السياسية على رأسها فخامة الرئيس السيسي طبعاً جهد مشكور، وأنا بوجه هذه التحية طبعاً فخامة الرئيس السيسي والقيادة السياسية وكل حد عنده أمانة وعنده ضمير بيعمل من أجل رفعة هذا الوطن. عايز اقول لحضرتك يا دكتور تامر، يعني وحضرتك بتقدم هذه المعلومات القيمه، شايف موقف الغاز ايه على المستوى قطاع البترول؟ يعني موقع الغاز النهارده مصر اصبحت سوق اقليمي لتصدير الغاز دكتور ده. مصطفى طبعا. لازم المصريين كلهم يعرفوا الكلام ده. انا بقول للمصريين بلدكم النهارده بتنتج 7 مليار و800 مليون قدم مكعب غاز يومي. نقولها بصوت عالي ده رقم طبعا 7 مليار و800 مليون قدم مكعب. ده رقم كبير جدا. تمام. الاكتشاف الجديد اللي هيحصل في منطقه البحر المتوسط والحقل العملاق اللي بشرت بيه شركه باتريك اولمان وورد اللي فيه 406 تريليون قدم مكعب، ده خير كبير جدا جاي لمصر. جميل. خير كبير جدا ان شاء الله. دكتور تامر، واحنا النهارده موجودين مع بعض في الحلقه الاولى، انا شخصيا في منتهى السعاده لطبعا لاستجابة حضرتك لدعوتي، وثانيا عشان بتقدم لي أنا شخصيا والمشاهد مجموعة من المعلومات القيمة جدا اللي بتطمني وبتطمن المشاهد على مستقبل مصر. المواطن دلوقتي شايف حضرتك أن الوضع مش قد يكون شوية الأسعار غالية شوية، لكن أنا على لسان حضرتك هقول دلوقتي أن المواطن يطمئن تماما ان احنا اصبحنا فعلا وضعنا اقدامنا على اول الطريق حتى ننطلق او سننطلق او انطلقنا بالفعل نحو افاق اكثر نهضه واكثر تطور، وثقه العالم اصبحت فينا كبيره جدا. نعم. السؤال بقى حاجة دلوقتي، شايف حضرتك مثلا حقل ظهر وهذه الانجازات العظيمه هتخلينا في اي مرتبه وفي اي مستوى بالنسبه للعالم الغربي؟ دكتور مصطفى انا عايز اقول ان جمهوريه مصر العربيه يا جماعه عندنا النهارده بننتج غاز من جميع حقول مصر يقدر ب 2 تريليون و400 مليار قدم مكعب. عندنا حجم غاز مباع يقدر ب 2 تريليون و330 مليون قدم مكعب. 2 تريليون و330 مليار قدم مكعب. عندنا حجم انتاج زيت خام يقدر ب 31 مليون و870 مليون برميل. لا عندنا حتى انتاج البوتاجاز، احنا النهارده بننتج بوتاجاز وصلنا في حجم انتاج البوتاجاز مليون و200 الف طن. عندنا بننتج البروبان وصلنا في البروبان النهارده بنتكلم في 561 او 562 الف طن. عندنا خليط الإيثان والبروبان بننتج النهارده فيما يتعدى 1261 الف طن. تمام. لا الوضع مختلف تماما. تمام. دكتور تامر حضرتك مشرف النهارده حضرتك بتقدم مجموعه من النسب الدقيقه والارقام دقيقه جدا للمتخصص،
لكن غير متخصص زي حضرتك كده او زي حالتي، فبقول والله هذه الارقام هل ستنعكس على مستوى المعيشي وتقدم حاله من الرفاهيه للمواطن؟ طبعا. النهارده يعني الحكومه بتقول دعونا نعمل في صمت، يعني يا جماعه نصبر شويه عشان نرى اثر ما يحدث في قطاع البترول وفي قطاعات اخرى عديده تعمل من اجل ان تحدث هذه النهضه في قطاع الطرق وهذه النهضه. شايف حضرتك ان خلال العشر سنوات القادمه مثلا يعني ملامح الحياه هتتغير تبقى ازاي؟ يعني هل مثلا الاسعار هتقل شويه؟ انا اسف يمكن السؤال مختلف او بعيد شويه عن موضوعنا، لكن قطاع البترول بيقدم هذه الانجازات عشان تغير وتطمن المواطن انه هيبقى احسن. نعم ده صح. نعم ده اكيد طبعا. ده اكيد الطفره الغازيه اللي حصلت في مصر النهارده، وان احنا وصلنا لمصر بعد ما كان قطاع البترول ومعدل نمو قطاع الغاز في قطاع البترول سالب 11%، احنا النهارده بنقول ان وصل النهارده معدل نمو قطاع الغاز في مصر لمجموع 20%، يعني ده حقق لمصر اكتفاء ذاتي من الغاز وخلى مصر كمان تتجه للتصدير. فطبعا ده هينعكس الفترة اللي جاية بعد سنة اتنين ان شاء الله، هينعكس بصورة واضحة جدا على الاقتصاد القومي، هيشعر المواطن بارتياح وهيشعر المواطن برفاهية كبيرة ان شاء الله. حلو قوي. مصر بيقودها رجل عظيم. نعم. فخامة الرئيس السيسي طبعا عظيم لمجهوده، بيشتغل في كل اتجاه. بيشتغل في اتجاه البناء والتطوير والتنمية، وأيضا يدافع عن الوطن وأيضا يدافع عن أعداء داخل الوطن. هذا ما يحدث. الطالب المجتهد دائما يجتهد حتى يحصل النجاح. شايف حاجة ان قطاع البترول النهاردة بيحقق ده فعلا، خصوصا في ما يقدمه هذا القطاع في السنوات الماضية، ست سنوات اللي فاتت؟ نعم. يا فعلا يا فندم، قطاع البترول ساهم بقوة في النهوض بالاقتصاد القومي. قطاع البترول عمل على خفض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الست الماضية. قطاع البترول ساعد في خفض نسبة البطالة. قطاع البترول عمل على الحد من التضخم. قطاع البترول ساعد بقوة في النهوض بالاقتصاد القومي، وعمل كقاطرة ثابتة في وقت كان العمل فيه صعب جدا للتنمية والنمو. قطاع البترول يا فندم النهارده نقدر نقول يعني طبقا للموازنة 18 19 ساهم ب 27% من اجمالي الناتج المحلي المصري، اي ما يعادل 1 تريليون و400 مليار جنيه. قطاع البترول حقق فائض كبير في الميزان التجاري ما شاء الله. قطاع البترول النهارده انا بقول انه عمل طفره كبيره في في جذب الاستثمارات الاجنبيه، طرح 7 مزايدات. هذه المزايدات السبعه ارست عن 31 عمليه تنقيب وحق امتياز لشركات اجنبيه بحجم استثمارات قدر بمليار دولار و900 مليون جنيه بقيمة منح توقيع قدرة ب 249 مليون دولار. ده أرقام كبيرة طبعاً ضخمة. قطاع البترول خلال الست سنوات اللي فاتت يا فندم عقد 84 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن مصر بإجمال استثمارات قدرت ب 14 مليار دولار و 800 مليون دولار. قطاع البترول النهاردة أنا أقدر أقول خلال أنت بتكلمني على ست سنوات فاتت، لا هقول لك كمان ده قطاع البترول عمل 77 عقد استكشافي جديد للبحث والتنقيب عن البترول في مصر، كان أهمها عقد حقل زهر وكان أهمها كمان عقد حقول أتول شمال دمياط. تمام. قطاع البترول يا فندم كان مديون، يعني قبل الست سنوات اللي فاتت كان مديون بستة مليار و300 مليون دولار. عايزين نقول ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الست الماضية كان بضرورة سداد مستحقات الشركاء الاجانب، لان النهارده المستثمر له فلوس ما باخدش الفلوس بتاعته، طب هيستثمر ويستمر في الاستثمار في مصر ليه؟ فكان تعليمات السيد الرئيس وتوجيهاته بسداد هذه المديونيه. مصر النهارده سددت من هذه المديونيه 5 مليار دولار و400 مليون دولار. الله. 5 مليار و400 مليون دولار. طب باقي علينا كام؟ باقي علينا في حدود 800 900 دولار، 800 900 مليون دولار هنسددهم خلال العام الحالي ان شاء الله. فطبعا انجاز كبير جدا قام به قطاع البترول الفتره اللي فاتت. تمام. دكتور تامر ايوب، النهارده بنتكلم عن حاله النهضه اللي حاصله وحاله التطور المبهر اللي حضرتك قدمته طبعا لمشاهدينا دلوقتي. حضرتك دلوقتي لو هنرجع بالذاكره ثوره يناير وحاله الهدم مش اللي حصل، انا يعني انا بس انا اذكر المشاهد دلوقتي علشان ما ننساش، احنا مشكلتنا ان احنا عاطفيين قوي بننسى. النهارده لو بعمل مقارنه بين ما بعد ثوره يناير
وما بعد وما نحن فيه الآن، حالة الطفرة الفارقة اللي حصلنا عليها دلوقتي، مستوى مصر في العالم كله، ثقة العالم شكلها ازاي دلوقتي؟ ثقة العالم مختلفة. احنا عاملين نتكلم في 77 عقد اتفاقية جديدة، عاملين نقول ان عندنا 84 اتفاقية، عاملين نقول ان عندنا حجم استثمارات بالمليارات دولارات، عاملين نقول حجم انتاج غاز وصل قد كده، عاملين نقول. بص يا دكتور مصطفى، هقول لسيادتك على حاجة، يعني انا تاني هبارك مرة تانية للسيد الرئيس، هبارك مرة تانية لقيادات وزارة البترول، هبارك مرة تالتة ورابعة للمصريين جميعا. يا جماعة، منتدى غاز الشرق المتوسط ده نجاح كبير جدا لمصر. جميل. منظمات الطاقة في العالم ايه؟ احنا عندنا وكالة الطاقة الدولية IEA، عندنا منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC، عندنا منظمة الدول العربية المنتجة للبترول أوابك، عندنا منتدى الدول المصدرة للبترول، منتدى الدول المصدرة للغاز GECF، أصبح عندنا منظمة دول الشرق المتوسط ومقرها القاهرة. جميل. فطبعا ده عاشق مصر. جميل، طبعا عاشق مصر وستظل مصر رائدة. دكتور تامر، النهارده يعني لو بنتكلم مثلا عن مستوى مصر وقيمة مصر وثقة العالم فيها، عايز اطمن المشاهد على لسان حضرتك دلوقتي، اللي مش عارف او اللي شايف يا جماعه احنا عايزين اسعار تبقى اقل شويه وعايزين ناكل كويس ونشرب كويس، النهارده لو حضرتك بتقول لاولادك مع تقديري واحترامي يا جماعه يا اولادنا نزلوا شويه علشان نقدر نحقق بيت كويس يحمينا، نقدر نحقق امن حقيقي، نقدر نحقق مستوى على مدار 10 سنين تبقوا كويسين، تقدم هذه الرساله للمشاهد ازاي؟ علينا جميعا ان يخلص كل منا في عمله، واعتقد ان هذه كانت رساله السيد الرئيس. يا جماعه لو سمحتوا كل واحد يخلص في مكانه. صحيح. كل واحد يخلص في عمله. لو كل واحد فينا من اول رب الاسره لاول احد افراد الاسره لاول الطفل قام بدوره، مصر هيكون وضعها مختلف تماما. جميل. هتكون لاحسن كمان ان شاء الله. والله يا دكتور تامر، النهارده انا بس مش عايز الفقره تنتهي، لكن خليني اقول لحضرتك يعني رساله بتوجهها بقى للمواطن دلوقتي اللي شايفنا وبيقول يعني دلوقتي انتوا بتتكلموا بقى عن قطاع البترول وهذه الارقام العظيمه وحقق لو عملنا، عايز حضرتك توجه هذه الرساله للناس غير متخصصه، يعني قول له كده بطريقه برضو سهله وبسيطه يفهمها، انت هتبقى كويس، انت هتبقى مطمن، انت هتبقى امن، انت هيبقى مرتبك كويس ويكفيك ويوفيك، ده فعلا بفضل الله ثم بفضل هذه القطاعات العظيمه على رأسها قطاع البترول ان شاء الله. سيشعر المواطن خلال السنوات القادمة بارتياح ورفاهية. أنا متوقع انخفاض للأسعار إن شاء الله خلال الكام سنة الجايين، الدنيا هتختلف تماما بمشيئة الله. الاكتشافات البترولية العظيمة اللي نحن بنشوفها النهاردة وبنشوفها بكرة كمان وبتكلل بتنمية أكبر هتنعكس على الاقتصاد القومي بصوره كبيره جدا 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 الفتره اللي جايه. دكتور تامر، انا على فكره يعني بتستهويني او بعض الاغنيات اللي سميرة اسكندراني بتاكد على الوطنيه المواطن المصري، نازل بيها يا جماعه لو سمحتوا لو ممكن يعني. تمام تمام دكتور تامر، يعني خليني بقى في نهايه فقرتنا النهارده يعني اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لشخص حضرتك الكريم ورساله توجهها بقى للشعب المصري في نهاية فقرة النهاردة، وتطمنهم قوي على ما نحن فيه من حالة الرقي وقطاع البترول ومجهوداته. يعني أنا عايز أقول لكل المصريين، مصر آمنة، مصر بخير إن شاء الله، مصر في إيد أمينة، في إيد رجال مخلصين، محافظين على مصر كويس، عايزين مصر تبقى أحسن دولة في العالم، وإن شاء الله لو مشينا على الوتيرة دي وربنا يوفقهم ويحفظهم هؤلاء القادة على رأسهم طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر هتكون احسن واحسن واحسن ان شاء الله. سعيد جدا دكتور تامر ايوب بلقاء معاك النهارده. حقيقي هو مش معلومات عظيمه وقيمه ومش بسمعها لاول مره، مش دي الفكره، لكن انا بشوف حك في ملامحك الرجل الوطني اللي حريص قوي وبيحب قوي وطنه وعايز مصر وبلده تبقى احسن البلاد واحسن الاوطان. بيشتغل في قطاع البترول، عارف وفاهم كويس قوي النسب وحاله الانتقال من مرحله الى مرحله اعلى ورؤيه عظيمه وقيمه جدا جدا لما ستكون عليه مصر في المستقبل، خلال سنه خلال اثنين خلال 10 سنين هتبقى مصر عظيمه ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور تامر ايوب في نهايه لقائنا النهارده. شكرا جدا 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 دكتور مصطفى.
تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج ودايما موفق ان شاء الله. شكرا دكتور تامر ايوب، تقدم بخلص الشكر والتقدير لشخص صحيح الكريم، ويعني شكرا لاستجابه حكم دعوتي، على امل طبعا ان احنا نلتقي في حلقات كتير قوي نقدم كثير من هذه المعلومات القيمه اللي بتفيد المواطن حتى البسيط اللي ما عندوش معلومه وفكره عن هذه الارقام الدقيقه اللي يمكن عشان تطمنه دايما باستمرار ان مصر دايما الى الامام. بشكرك دكتور. اشكرك جدا يا فندم. شكرا دكتور مصطفى. شكرا جدا يا فندم. مشاهدينا طبعا بشكر دكتور تامر ايوب اللي قدم النهارده قيمه علميه كبيره عن قطاع البترول ومعلومات قيمه جدا جدا، على امل طبعا وهو وعدنا دلوقتي ان هيبقى فيه لقاءات ان شاء الله نقدم فيها معلومات اكثر دقه واكثر روح تطمن بيها المشاهد ان احنا دايما معاك، ما تقلقش ان شاء الله دايما للامام. القاكم بعد الفاصل، تابعونا.